هو مختفي بس بيحبك، بس في حاجة جواه يعني مخوفاه، خايف إنه يقرب. أنا مش عارفة الأسباب، يعني أنتوا أدرى. فهو خايف إنه يقرب يحصل خداع تاني. هو أصلا مش عارف يكلمك أو ما يكلمكش، يعني هو كأنه ضايع، يعني عم بيحاول يزبط أوراقه، مش عارف شو يعمل في العلاقة هذه. فمبين عندي كأنه ممكن يعني تكون أنت مستأوي القلب عليه، جايز يعني، أو حتى ممكن أنت بتتواصل معاه روحيا أو جسديا، فمخلي الشخص هذا مخضوض يعني خايف. فعندي هنا إنه أنت غامض، مش عايز تقول له إيه اللي بيحصل، إيه اللي حاصل. كذلك أنت متضايق جدا ومتغاظ، ففي عنده حاجة يعني شايلها من الماضي، يعني متضايقاه. الشخص هذا مخضوض منك وخايف. كذلك الشخص هذا مبين عندي إنه رافض يبدأ معاك بداية جديدة، وشايل من الماضي وزعلان جدا، يعني مبين عندي هاي الشغلات واضحة. هو شايف نفسه إنه خرج من علاقة كان فيها خداع، كان فيها غموض، وحقيقة هو ناوي يبقى ساكت وما يعملش حاجة، وباغي يركز في روحانياته أكثر، وعاوز يدرسك، وعاوز ياخد قرار نهائي، يعني يطلع من الموضوع ده، يقفله، يعمل حاجة يعني. لهذا فهو محتاج إنه يتباعد عشان يقدر ياخد قرار من بعد ما يفكر مع نفسه. ففعلا هو اتسحب من العلاقة، يعني هو ما طلعش مرة واحدة، هو فضل يطلع شوي شوي لحد ما اختفى. هو في الحقيقة ما طلعش تماما، يعني هو ما قالكش نسيب بعض، يعني هو طالع وبس، يعني كأنه قافل معاك وما بيردش. بصراحة انت شايفه كأنه مديك وش خشب. عايز اشوف لك الشخص ده اذا مخادع ولا لا. استنوا، في الحقيقة الشخص ده عندي ورقة مش مخادع. الشخص ده مش مخادع، كأنه كان لابس ماسك قدامك لأنه حاسس، يعني كأنه حاسس بالخوف، خايف منك، مشتاق فيك كثير، صار بيناتكم شي هيك. فأنا عم حاول أشوف إذا في حدا داخل بيناتكم، فجايز يكون في علاقة ثلاثية، ولكن العلاقة الثلاثية مش بسبب هذا الشخص، منك أنت يا برج الجوزاء. فعندي الورقة إنه هو مش عايز ياخد خطوة، عشان في 3 سيوف قدامه، فجايز يعني، فغالبا يكون إنه العلاقة الثلاثية جاية منك أنت يا برج الجوزاء. بغض النظر عن الطرف الثالث، هو سواء هذا الشخص كان شخص أم أسرة، في حد واقف بينكم، في حد داخل بيناتكم، في حكي طالع نازل هيك، ودني أي حد فيكم. ففي الأغلب الطرف الثالث جاي من ناحيتك يا برج الجوزاء، لأنه أنت اللي محتاج تحب نفسك، تحب نفسك وتغير اتجاهك وتطلع من الحالة هذه. فعندي هنا برج الدلو وبرج الأسد والعذراء والثور وبرج الحوت. برج الأسد أو القوس، واحد منهم. فممكن تكون أبراج تانية مش مبين عندي، لأنه أكثر شي مبين عندي طاقات، مبين عندي طاقات. فأنا شايفاك يا برج الجوزاء في المرحلة القادمة إنك حتمر بمرحلة انفصال، أو مرحلة حتكون فيها متضايق. فغالبا إيه اللي حيحصل، أنتوا الاتنين حتكونوا حاسين بوحدة، أو من ناحيتك أنت بالأكثر. فالشخص ده كأنه حاسس بالملل، بالضيق، بالوحدة، وهو كمان زعلان ومتضايق.
فلو كنتوا مش منفصلين فممكن يعني انتوا في الشهر ده يعني ممكن انكم مش حتتكلموا، حيكون في شعور بالزعل والحزن بينكم انتوا الاتنين. انا شايفة اكتر انه حيكون من ناحيتك انت يا برج الجوزاء، فانا شايفاك يا برج الجوزاء انك متغاض واخدها على صدرك، ولكن حيحصل عنك تفتيحة عين وحتلاحظ انه انت لازم تعمل تغييرات، لازم تغير حياتك وتغير نفسك، لاني شايفاك انك مش ماشي بالطريقة المثلى وتحب نفسك بصحيح. وحب اقول لك انه الشخص ده ما عندوش علاقة في عدم حبك لنفسك بالشكل الصحيح المثالي بصراحة، فانا شايفة انه عدم حبك لنفسك يعني جاي من الطرف الثالث اللي هو بينكم بصراحة. بغض النظر يعني الشخص الطرف الثالث هو مين، فانا طالع عندي يا برج الجوزاء انه في طاقة جسدية، فممكن انه تكون انت عم تضيع وقتك يعني هيك مع يمكن عشان تطلع من حالة الاكتئاب اللي انت فيها، لاني شايفك حاسس بالوحدة والانعزال، وفي طاقات جسدية ولكن بدون مشاعر. فأنا شايفة إنه أنت يا برج الجوزاء لازم تتعلم تاخذ قراراتك بنفسك، وما تخليش المحيطين يأثروا على قرارك، وقراراتك ورغباتك، وهذا طبعا حسب وضعك. مبين عندي يا برج الجوزاء إنه أنت حكيم، في عندك حكمة، يعني كأنك رجل عظيم أو امرأة عظيمة، فما ينفعش أنه يكون طرف ثالث أنه هو اللي يدير حياتك، يعني مش معقول. دي النصيحة بتاعتك، وده اللي واضح في الشهر ده أنه حيكون في تباعد، وتباعد بزعل يعني بصراحة. يعني أنتوا الاتنين في عندكم إحساس مشترك هو إحساس بالخسارة، وبصراحة يا برج الجوزاء أنا بشوف يعني إنه الموضوع في إيدك أنت بصراحة. هنشوف كروت النصيحة يا برج الجوزاء، لأني بشوف إنه الشخص هذا هو ما حبش يبعد عليك، الشخص هذا بيحبك ولكن هو خايف، ولكن حاليا في الفترة وبشوف في هذا الشهر هذا راح تضلوا متباعدين مع بعضكم، يعني هو ما راح يعمل اي شيء، راح يضل بفكر، يعني هو حيفضل قاعد بيبص عليك بيراقبك وما غيعمل حاجة، يعني ما غيدير حتى حاجة، يعني مش حيعمل حاجة ومش حيطلعك من دماغه، لانه هو لسه عايزك. انا قلت لك في الاول انه في امرأة عندي واضحة انه بيحبك، انت، فهو غالبا حيختفي، ولكن هو حيبص عليك على السوشيال ميديا، هو بيراقبك على السوشيال ميديا بغض النظر انه بيختفي، وانه انت حاسس انه يعني العلاقة انتهت، وانه هو خلاص شالك من حياته. لا، الشخص ده ما شالك من حياته، الشخص ده بيحبك وبيفكر فيك، بس هو خايف واخد جنب وقاعد، راح يضل عم بيراقبك في السوشيال ميديا هيك. مبين عندي يا برج الجوزاء كمان يعني هون في عندي علاقة ثلاثية، هون واضح عندي في علاقة ثلاثية. العلاقة دي يا برج الجوزاء كأنه برج الجوزاء كأنه بيتجوز، كأنه في علاقة جواز ولكن بتحب حدا تاني، ما بعرف يمكن حدا درست معه أو درست معه بالجامعة، وكانت بيناتكم علاقة صداقة وتواصل، وظلت هاي العلاقة، ولكن انت لما تجوزت الحبيب اللي انت بتحبه اختفى، فراح شوف لك شو راح يصير يا برج الجوزاء بهاي العلاقة الثلاثية الثانية، شو راح يصير. ماشي، مبين يا برج الجوزاء انه انت راح هون في هاي العلاقة الثلاثية اللي واضحة عندي، انه
أنت ضايع. هي العلاقة الثلاثية وما بين الشخصين، وما بين الشخصين هدول. استنى، أها، يا إلهي شو هاد؟ أها، بين الشخصين نشوف. وانت عم تفكر كثير في هاي العلاقة الثلاثية، والشخص اللي انت بتحبه كمان بحبك، عم بيدعي الله. بدنا نشوف يجمعكم، عم يدعي الله يجمعكم بسعادة. نشوف، راح نشوف شو راح يصير، اذا راح يتحقق هالشي. انا حبيت اتطرق لهي العلاقة الثلاثية كذلك اللي عندي ظاهرة. في طاقة ترابية واضحة عندي، وطاقة نارية. راح نشوف هذا الشخص هذا بيحبك وبيدعي الله يجمعكم مع بعض. ماشي، اها، استنوا نشوف شو راح يطلع عندنا. بس الشخص ده يعني كأنه يائس من العلاقة هذه، يعني عم يدعي الله وكأنه يائس، وبيدعي بيدعي كتير طالع عندي. بيدعي مشان يجتمع مع الحبيب تبعه. يا برج الجوزاء، القرار قرارك، فأنت سواء يا إما راح تاخذ قرارك تختار الشخص اللي أنت بتحبه، أو راح تضلك بهاي العلاقة اللي أنت فيها، واللي كأنك حاسس إنها علاقة جسدية فقط. يا برج الجوزاء، أنت لازم تاخذ قرار، لازم تاخذ قرار. الأمور كلها بإيدك بهاي العلاقة الثلاثية اللي أنا عم بشوفها. يعني القرار قرارك أنت، اللي ممكن تقرر الشخص اللي أنت بتحبه، مش اللي معه، لا، الشخص اللي بتحبه واللي هو متباعد معك بيحبك وبيدعي الله وبده يكون معك، بس هو تقريبا يائس لأنه بيشوف إنه ما في أمل في هاي العلاقة. يعني كأنه أنت متزوج، يعني كأنه تزوجت بس أنت مش مرتاح وأنت بتحبه. بغض النظر، أنا مش فاهمة يعني ليش، يعني كيف يعني افترقتوا عن بعض؟ أكيد في ظروف. المهم، فالنصيحة اللي عندي يا برج الجوزاء، يقول لك اختار الطريق اللي يؤدي إلى الحكمة. مبين عندي يا برج الجوزاء إنه أنت بتهتم بالناس اللي حواليك، الأهل، الأصدقاء، وبتسمع هم عايزين إيه إلى غير ذلك. ولكن أول شي لازم تسمع صوت روحك، أنت محتاج إيه، وشو الشي اللي راح يسعدك. لهذا بيقول لك اختار الطريق الذي سيوصلك إلى للاستقرار النفسي والسلام الداخلي والاستشفاء. وبيقول لك كمان بالورقة إنه رغبتك هي بإيدك أنت. فربنا معاكم يا برج الجوزاء، وقولوا لي إيه الموقف في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة
وتفعيل زر الجرس، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم.